أمضى يحسم الجدال في قرار نجاح من مستوى لآخر. إذن هذا ما نقلته بعض الجرائد الإلكترونية، وسوف نقل لكم الخبر كما نقلته هذه الجرائد. إذن تابعونا حتى الأخير لكي تعرفوا كل شيء عن النجاح وتاريخ إعلان النتائج وغيرها من الأشياء التي تطرقت إليها هذه الجرائد الإلكترونية. إذن فالعديد من التلاميذ يسأل عن العتبة، وكذلك هل أنا ناجح بنقطة 9 أو 8 أو 7؟ إذن هناك عدة أسئلة تطرح علينا في التعاليق حول هذا الموضوع، وهناك كذلك من يسأل عن تاريخ صدور النتائج وأين سوف تصدر هذه النتائج. إذن سوف نجيب عن هذه الأسئلة. لا تنسوا وضع جيم للفيديو ووضع تعليقكم وأسئلتكم والمواضيع التي تريدون أن نتطرق إليها في الفيديوهات المقبلة في التعليق، وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزور قناتنا، وتفعيل زر الجرس لكي تكون أول من يتوصل بجديدنا. إذن كما قلنا، فأنزازي كان هناك اجتماع اليوم حول هذا الموضوع الذي خلق جدالا كثيرا، وهو عتبة النجاح. إذن حيث قرروا في هذا المجلس أن النجاح بيد الأساتذة كما قالوا سابقا، لم يتغير القرار. إذن الذي سوف يقرر نجاح بعض التلاميذ الذي لديهم نقطة أقل من 10 أو أقل من 5/10 بالنسبة للابتدائي هو الأستاذ. إذن الأستاذ من سيقرر؟ ولكن كيف يقرر الأساتذة ومتى يقررون؟ إذن يجتمع أساتذة كل قسم، مثلا الأولى إعدادي مثلا أو الثالثة واحد غيرها من الأقسام كما تعرفون، قسمكم مثلا جميع أساتذة قسمكم سوف يقررون مثلا بالنسبة لبعض التلاميذ الذين حصلوا على نقطة أقل من 10/20 أو 5/10 بالنسبة للابتدائي، سوف يقررون هل سوف ينجح هؤلاء التلاميذ أم لا. كيف يقررون؟ يجتمع الأساتذة ويقولون هذا التلميذ يمكن أن يتطور فيما بعد، يمكن أن يسير السنة المقبلة، لأنه يمكن أن ينجح أحد التلاميذ ولكن في السنوات المقبلة يرسب كثيرا لأنه لا يسير مستواه أو لأن مستواه ضعيف جدا. إذن بالنسبة لي قرار إنجاح التلاميذ، ليس هناك عتبة نجاح محددة، بل كل مؤسسة حسب قرار مجلس القسم سوف يحدد عتبة نجاح تلاميذ كل مؤسسة، أو سوف يقرر بالنسبة لكل تلميذ على حدة، هذا التلميذ هل سينجح أم لا. يقول بعض الأساتذة نعم هذا التلميذ جيد وتطور في الدورة الثانية وغيرها، بالتالي يمكن إنجاحه. ولكن كيف تحسب النقطة؟ أولا كي نعرف هل التلميذ حصل على نقطة أكبر من 10 أو أقل من 10، بالنسبة للمستويات الإشهادية كالثالثة إعدادي والسادس ابتدائي نأخذ نقطة الدورة الأولى زائد نقطة الدورة الثانية، نجمعهما ثم نقسم على 2. إذا كانت نقطة أكبر من 10 فأنت ناجح، ليس هناك نقاش في هذه الحالة. ولكن إذا كانت نقطتك مثلا تساوي أقل من 10، 9.25 مثلا على سبيل المثال، هنا يتم النقاش في مجلس القسم هل هذا التلميذ سينجح أم لا. إذن هنا يقول الأساتذة هذا التلميذ مجيد وتطور في الدورة الثانية وحاول واجتهد، إذن هذا التلميذ يمكن أن يسير في السنوات المقبلة، بالتالي سوف ينجح هذا التلميذ. وتلميذ آخر يشاهدون أنه يتكاسل ويشغب ولا يريد أن يدرس، إذن هذا التلميذ لا يمكن أن يتطور، فمن الأحسن أن يعيد السنة لكي يفهم دروسه جيدا ولكي يسير في السنوات المقبلة. إذن بالنسبة لنقطة أخرى، بالنسبة للنتائج أو تاريخ إصدار النتائج، إذن في من طبيعة الحال أن يكون بعد مجلس القسم، ومجلس القسم سوف يكون في الشهر المقبل، في بداية الشهر المقبل شهر يوليوز أو في وسطه. إذن عندما يمر مجلس القسم يقرر مجلس القسم نجاح التلاميذ الذي حصلوا على نقاط أقل من 10، إذن هنا سوف تصدر نتائج في وسط يوليوز أو نهايته. إذا لم يقرر التاريخ بالضبط، التاريخ الذي قرر هو تاريخ نتائج البكالوريا،
ولكن بالنسبة لنتائج الإعدادي فلم يقرر بعد. بالنسبة لنتائج البكالوريا فسوف تصدر بالضبط في 29 من يوليوز، ولكن بالنسبة لنتائج الإعدادي يمكن كذلك أن تصدر في 29 من يوليوز، كما يمكن ألا تنشر حتى بعد يعني يوليوز، لأنه ليس لديهم أي مشكل. لماذا البكالوريا حدد بالضبط؟ لأنهم يعتمدون على نقطهم في يعني وصول بعض المدارس بعد البكالوريا. يعني هناك تلاميذ مثلا يريد أن يذهب إلى مدرسة الطب، يجب أن تعرف نقطهم، لأن النقط من لديهم نقط مثلا أكبر من 15 في البكالوريا هم من لديهم الحق يعني أن يذهبوا إلى كلية الطب. لهذا يجب أن تكون النقط قبل أن تبدأ كلية الطب وكليات أخرى وجامعات ومدارس أخرى في بداية الانتقاء هؤلاء التلاميذ. إذن شيء آخر هو التوجيه. إذن بالنسبة للتوجيه، التوجيه المدرسي، فكما تعرفون فهو سوف ينتهي في هذه الأيام. من لديه مشكل في كلمة سر التوجيه المدرسي فقد وضعت في فيديو سابق طريقة يعني كيف تحصل على هذه كلمة السر. فقط تضغط على نسيت كلمة السر في مسار، ثم تتبع المراحل كي تحصل على كلمة السر. واختيار التوجيه مهم جدا. إذا التوجيه ليس شيء سهل، يجب أن تختار أولا الشيء الذي أو أن تختار الشعبة التي تتقنها، والشعبة كذلك التي ترتاح فيها وتحبها، والتي سوف توصلك إلى المهنة التي تحبها. إذا فيجب أن تكون حياتك يعني أن يكون لديك أهداف، أن تقرر ما هي المهنة التي تريدها وما هو الطريق الذي يؤدي إلى هذه المهنة، وليس فقط أن تدرس بعشوائية. إذا هذا كل شيء بالنسبة لبعض الأسئلة وبالنسبة لما تطرقت عليه هذه الجريدة. إذا ليس هناك جديد كما ترون في موضوع العتبة، فقط تم تحديد بأنه سوف لن يعني تعتمد نقاط الدورة الثانية بشكل مباشر، بل سوف تعتمد فقط نقطة الدورة الأولى والامتحان المحلي بالنسبة مثلا للثالثة إعدادي، ونقاط الدورة الأولى بالنسبة لمن ليس لديهم امتحان في الدورة الأولى. أما فيما يخص المترشحين الأحرار، إذن هناك من يخلط بين المترشحين الأحرار والمترشحين الرسميين. مثلا بالنسبة للسادس ابتدائي، إذا كنت تدرس في الدورة الأولى يعني عادي فأنت تسمى متمدرس رسمي. من يسمون المتدرسين الأحرار؟ مثلا هناك تلميذ انقطع عن الدراسة في السادس ابتدائي، يعني لم يحصل على السادس ابتدائي ثم انقطع عن الدراسة، ثم مرت الأيام ثم أراد أن يحصل على هذه الشهادة. هنا يصبح متمدرس حر، يعني يكون من الأحرار، وهؤلاء التلاميذ الأحرار يعني لا يدرسون الدورة الأولى والدورة الثانية، فقط الامتحان، لديهم امتحان فقط، يعني امتحان نهاية السنة. إذن هؤلاء من يسمون بالأحرار. إذن هؤلاء بما أنهم لم يدرسوا الدورة الأولى ولم يدرسوا الدورة الثانية، يعني ليس لديهم أي نقطة لكي يعرفوا هل هم ناجحين أم لا، بالتالي هؤلاء سوف يكون لديهم امتحان يعني في السادس ابتدائي وكذلك الثالث إعدادي. وكذلك بالنسبة للبكالوريا، لديهم بالنسبة للأحرار في البكالوريا كذلك لديهم امتحان، ولكن بالنسبة للرسميين فكما قلنا سيتم اعتماد فقط نقاط الدورة الأولى والامتحان المحلي بالنسبة للثالث إعدادي، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للسادس ابتدائي للمتمدرسين وليس الأحرار. إذا من لديه أي سؤال آخر كيفما كان أو أي موضوع تريدون أن نتطرق إليه، سواء أن المواضيع التي كنا نتطرق إليها مثل التوجيه والدراسة وغيرها، أو مواضيع أخرى مختلفة كالربح من الإنترنت وغيرها، أو حول كورونا، أو أي شيء تريدون أن نتطرق إليه، فقط اكتبوه في التعليق كي نتطرق إليه في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. إذا نحن هنا لكي نقدم لكم ما تهتمون به أنتم، ولكي تستفيدوا من هذه القناة التي وضعناها لكم. إذا لا تنسوا كذلك أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي تحت الفيديو، وكذلك أن تشجعونا بوضع جيم للفيديو أو توضعوا ديزلايك إذا لم يعجبكم الفيديو، ولكن يجب أن تقولوا في التعليق ملاحظتكم، ما هي الأشياء التي لا تعجبكم، ما هي الأشياء التي تريدون أن أضع لكم في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. إذا هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة حتى النهاية، ولا تنسوا الرجوع إلى قناتنا بروفارنات لكي تشاهدوا الفيديوهات السابقة التي وضعناها حول التوجيه، وكذلك حول كورونا، حول عدة مواضيع
يعني إخبارية وتعليمية، يعني مواضيع جيدة جدا يمكنكم أن ترجعوا إليها وتشاهدوا الفيديوهات السابقة بالدخول إلى قناتنا. ومرحبا بكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.